Coach Michael, il grande allenatore di portieri di Cito, congratulazioni per aver vinto la Liga. Che vorresti dire a tutta la squadra dopo questa partita? Sì, grazie a tutti la gente che lavora per la Lali. Noi siamo tutti orgogliosi di lavorare qui in questa società. E grazie, we are champions. Yes, come on! هو طبعا بيشكر طبعا كل اللعيبه وبيقول ان احنا يمكن في بورك واحد però ritorniamo dopo questa grandissima forma durante la stagione. Sì, di continuare a lavorare come lo fa e ascoltare quello che gli dico e così possiamo andare avanti perché non è mai finita, il portiere è un mestiere difficile, bisogna essere sempre concentrati e lavorare molto, 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 molto. Grazie mille, buona fortuna e in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo. طبعا يمكن انا سالته في البدايه يقول لكل اللعيبه على الفوز وعلى الاداء المميز، الحقيقه يمكن شكر اللعيبه بشكل كبير جدا وحياهم على الفوز، ويمكن دي قال لسه كمان عندنا كتير سالته على الشناوي، قلت له رايك ايه في الشناوي على اداءه المميز جدا على مدار الموسم كله، قال الشناوي بيشتغل بشكل كبير جدا ومميز جدا ولسه كمان عنده طموحات وعنده امال كبيره، هي دي الروح الكبيره جدا ان مستر مايكل طبعا واحد من المدربين المميزين جدا بيقوم بدور كبير مع لعيبه النادي الاهلي، بيقوم بدور كبير كمان مع حراس المرمى سواء علي لطفي الشناوي مصطفى شوبير، هو ده الاداء وهو هي دي الرجوله وهي دي شخصيه النادي الاهلي اللي بناكد عليها. كابتن سيد عبد الحفيظ قبل ما تمشي بقى يا كابتن سيد، لا قبل ما تمشي يا كابتن سيد، لا لا, لا.